السلام عليكم، انا اميمه. الوغ لي زيكستنسيون دو سيل اللي كنديرو هما سي دي سيل زغبه زغبه، دونك اون سوا اللي خفاف على العين، دونس اللي كيكونوا كيعطيو واحد الكثافه للعين و تري تري ناتوريل، دونك ما كيتقلوش على الشفار اللي عندنا وما كياديوهمش. بيان سور كاينين بلوزيغ لونغور على حساب العين، دونك على حساب لا فورم كنديرو الشفار، دونك كل واحد وشنو كنديرو ليه. كاينين ديتاي من لو 8 وانت طالع حتى لو 15، دونك فوالا. دونك هادوك سي رموش ديال البلاستيك وهادو سي رموش ديال لاسوا، دونك هذا هو الفرق بيناتهم. من الحرير، دونك ما عندهم خفاف على العين و اون ميم طون دونس، يعني اللون ديالهم مغمور كيعطيونا الكثافه ديال الحجم ديال الشفار. ما كاين حتى شي اضرار، لكل الاضرار فين كيكونوا في لاكو اللي كنخدموا بها. حنا لاكو اللي كنخدموا بها سي شون كول ميديكال اللي كيخدموا بها لي ميديسان بوغ سواني لي بلي، دونك ما عندها حتى شي تاثير على العين. رموش كيبقاو 6 سيمين 6 سيمانات الا ما درتيش لا غوتوش. الا درتي لا غوتوش كيشدوك سر، لا غوتوش كتبقى ابخي 3 سيمين كيبداو لي غوتوش. ما كاينه اوكين كونترينت. المشكل الواحد اللي كاين ان لا بيرسون اللي عندها لو تيك كتحكي عينيها بزاف، اولا ما عرفتش كتدير الماكياج بزاف، اي لاينر غيتو، دونك في الديماكياج وفي الحكان ديال العين كيطيحوا لك. سي نورمال ما يقبطوش لك اكثر من 3 سيمين. دونك الا كنتي اون بيرسون نورمال ما كتحكش عينيك بزاف، تو دو ماكي با ترو، حيت هو نورمالمون كونطون مي دي فوسيل، دونك علاش كنديروهم بور نو با سو ماكي، باش ما نبقاوش نفيقوا كل صباح خاصنا نديرو الماكياج. كيكون عندنا دي سيل ديالنا كنبان كيعطي واحد ليفي انك ماكيي. لي بخي كيبداو من 650 درهم لو سيل اسيل ناتوريل، وابخي كيبقاو طالعين حتى ل 1200.